بدر؟ شو صار معك؟ لميس منيحة؟ كون مطمن، منيحة ما فيها شي، بس خلينا نحكي. يعني اجيتوا مع بعض؟ تعال نطلع شوي لبرا وبحكي لك. طيب يلا. ليك أنا طالع يوسف. قلي شو صار، اجيتوا سوا ولا لا؟ لا تكون تركت لميس هنيك. لا مو هيك القصة، رجعت مع جميل. يعني اجا جميل وأخدها؟ مستحيل خليها تروح، لو ما كانت مجبورة إنها ترجع معه. ما بعرف شو بدي أقلك، بس يعني بالنهاية هي صارت مرته. ها والله شكرا لأنك خبرتني، ممنونك. مو أنا وياك خطفنا البنت مع بعضنا؟ ايه متذكر إنه أنا خطفتها معك، بس يعني بدك تهدى شوي لأنه هيك ما رح يمشي الحال. رضيت ولا ما رضيت لميس مرت جميل هلا؟ بس الأولاد رجعوا. ايه عرفت بهالشي. شكرا راحت أخدته. تعرف شو يعني هالشي مو؟ خلص ولو معقول ترجع تخرب الدنيا مرة تانية؟ هالمرة ما رح أعمل شي بنوب، أول على آخر رح يتطلقوا. ليش لحتى يضلوا متزوجين؟ شكرا ما رح تضل هون أكتر من كم يوم، بكرة بتحمل شنتايتها وبتروح مثل ما أجت. على كل حال أنا أجيت لحتى أخبرك أني بدي ضل بالبيت. ايه كتير منيح، خير ما عملت أخي. بس هالكم يوم يعني لا تجي لهون كتير، يعني جميل مو متحمل هيك شي أبدا. ايه هدول مين؟ شو سيد مرتضى؟ عم تستقبلنا على الباب ولا شو؟ ايه ايه تفضلوا فوتوا على القهوة. يلا شو بدهم منك؟ هدول خلص انسى، راح فوت انا. بدر حاول تفكر بكلامي ماشي؟ شو في مرتضى؟ مو عاجبني وضعك، قلي. روح انت هلا خلص، لا تاكل هم. طيب مرحبا، كيفك؟ يا اهلين وسهلين. امور انا بشوفيني ساعدك. بدي اشتري تقريبا من كل شيء موجود هون. كيف؟ ما فهمت. رح قلك، بدي كل شيء بيلزم للبيت، غسالة، جلاية، براد، مكنسة، هيك شغلات. تمام، تفضل معي. ايه رح ورجيك الموديلات الموجودة وانت نقي، تفضل شوفهم. اها هلا عندكم هون في خدمة التوصيل للمنازل ما هيك؟ طبعا طبعا استاذ، منوصل لك ياهن على باب البيت، بس اختار انت، تفضل. تمام. ممكن اعرف شو الماركة اللي بتفضلها؟ يعني ما بعرف، بس نحن عنا اولاد وغسيلنا بيكون دائما كتير، بدي غسالة تكون قوية، وما بعرف شو النوعية الأحسن. فهمت عليك، لكان شوف هذا الحجم إذا بيناسبك. هدول؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.